هلو هلو، ويلكم باك. لسه بنحاول نجمع فلوس عشان نكمل تأسيس البيت الجديد. جالها طلب شغل ان هي تسجل فيديو للنيبرهود فوتيج عشان ترفعه وتاخد فلوس. خلتها تعمل exactly that، بعتت الدرون يصور او هي عمال يتمشى مع نفسه، ووصل لها 800 في الرويالتيز. اوكي، سو المطلوب انها اعمله دلوقتي. ويت، ده هيضل معاها لحد ما يخلص؟ اوكي شور. هل هتقدر تعمل حاجة تانية دو؟ في كذا حاجة عاوزة أعملها. So بما إنها دلوقتي بقت في البينتر كارير، بدأت شغل جديد، عاوزة أغير الأسبريشن. طبعاً سوبر بيرنت هنوقفه on hold دلوقتي because عاوزة أركز على الفلوس دلوقتي شويتين. محتاجين الفلوس، الفلوس هي حاجة ضرورية دلوقتي. But هخليها تاخد البينتر أسبريشن عشان تشتغل عليها hand in hand مع الكارير بتاعت البينتر. So مطلوب منها paint for 5 hours already خلصان. Perfect. Paint 3 paintings while inspired. Easy. We can do it. وصو كنت عاوزة بص على الريورد ستور because نقدر دلوقتي ناخد money tree. Are you kidding me؟ نزرع شجرة تدينا فلوس كل شوية. فاضل معانا 885 نقطة ممكن نعمل بيهم ايه؟ في اللي هو free services والmarketable. I think برضو عاوزة اخدهم eventually. marketable الحاجات اللي بتعمل لها craft بتتباع بسعر اعلى. I don't know هل من ضمنهم يعتبر paintings ولا لأ. free services so اللي هو single use service هيبقوا for free. so لو طلبنا ناني او حاجة زي كده هتبقى for free. so يعني دول برضو عاوزة اخدهم eventually. النقاط اللي معنا ما نقدرش ناخد بيها حاجة عدلة. maybe observant لما تقابل اي sim لأول مرة instantly بتعرف كل التريس بتاعتهم. maybe هديها observant. why the frick not بما انه معانا نقاط. وبعدين نستنى نجمع نقاط اكتر عشان نديها traits اكتر. alright so دلوقتي اميرة can you come paint حتى وانت معاك interaction بتاع الدرون. so تعالي اعملي classic large painting. yes she can. ممكن تعمل الاثنين مع بعض. principal's visit. ignore it. I have no idea اللي حصل but sure ignore it. ignore everything. looks like المزارع اخذ 84 بس المرة دي. nice. الناني موجودة والميد موجودة. الميد وراها شغل كتير النهاردة. oh don't tell me انه في dust bunny ظهر. do not freaking tell me انه في dust bunny ظهر لاني سمعت الصوت بتاع dust bunnies. لساتني لحد دلوقتي في السيتنجز لاغية سيستم الغبار كله but مازال بيظهر dust bunnies. maybe I don't know. لو لقيناه كان بيها، لو ما لقيناهوش whoops. لو بدأ يدخل لنا فلوس هكون عارفة انه هو في dust bunny في مكان ما. هي بتعمل العبيطة دي ليه؟ بتنظفي الحمام بالمكنسة؟ what the frick. sure المهم عندها البقعة دي عاوزة تتنظف. الكاونتر ده عاوز يتنظف. في هنا اكلة نحطه هان. في طبق هنا عاوز يتنظف. في طبق هنا عاوز يتنظف. الباثروم بتاع اميرة is disgusting محتاج يتنظف. بوع المية دي لسه مرمية من امبارح. لسه الهدوم اللي هان. شكل بتاع دي محتاجة ريست. الجيم شايفة انه كأنه فيه لسه لاندري جوه but اساسا مفيش لاندري جوه. can't upgrade while laundry is inside. مفيش لاندري inside اساسا. oh my gosh شكلي هخليها تيجي to take care of this laundry situation لانه شكله الميد مش عارفة تزبط اللاندري. يا ترى الدرون فين دلوقتي؟ I have no idea. الدرون راح فين؟ وصل لفين؟ قاعد يتمشى فين بالضبط؟ you think ممكن نلاقيها؟ هيو oh my god قد يكون راجع خلاص. شكله لف لفة كاملة في الحي وبعدين راجع. المهم ان هي خلصت البينتينج. oh my gosh اديسون والبرت. الماني تري عاوزين نحط الماني تري. اوكي normal quality. I think I'm listed on بلابسي برضو لانه بلابسي دايما هيجيب لنا فلوس اكتر. also عندنا رسالتين او 2 فان ميل هنفتحهم الاثنين. حد بيحبها وده برضو حد I think بيحبها. inspirational فان ميل عجبها الاثنين. fun. also في هنا package. حد بعت لها something. travel video. اي الدرون وقف التسجيل. so هنبيع الشيء ده مش عاوزاه في حاجة. gift from a fan. alright so فين الدرون دلوقتي؟ I have no idea لانه ما رجعش في الانفنتوري تاني. maybe راح وقف جنبها. nope مش جنبها. هيو في البيت. دخل البيت وقعد. so خلينا نسحبه في الانفنتوري and خلينا نبعت. actually خلينا take care of the laundry situation الاول وبعدين نظبط الدنيا. so اللاندري اللي هنا للأسف مش نظيف. خلينا نطلعه عشان ندخله في الغسالة تاني يتغسل عدل. تعالي do laundry at two dryer. ما قدرش احطه في الواش ماشين. no available washing machines. يا شكل البتاعة دي broken مع اني عملت لها reset بس برضو مش راضية تزبط. that's annoying. you think اني معايا فلوس قوي اشتري another washing machine. stupid game.
كم سعرك؟ 500 not so bad not so bad. اوكي خلينا نجيب واحدة بدلها. ديليت القديمة قبلت لنا 200 so basically الجديدة كلفت علينا 300 سموليون. جبنا غسالة جديدة. تعالي دلوقتي حطي I think الميد دلوقتي تقدر تيجي تغسل هي الهدوم بنفسها. Yeah I think هسيب اللاندري دلوقتي for the maid. دلوقتي الدرون عاوزين نرفع الفوتج. I think انه لازم نرفع من الدرون نفسه transfer video. اوه عندنا حاجات من قبل كده وقت المطلوب في الشغل المطلوب محتاج نعمل travel video so we're gonna edit this one and then add effects and add transitions. محتاجة تنام so bad بيبي خليها تشرب قهوة وتكمل اليوم كمان شوية. محتاجين يعني محتاجين فترة طويلة قوي عشان نجمع فلوس نقدر نكمل بيها تأسيث البيت. والأخت لسه عمالة تنظف الدنيا عمالة تكنس. I wonder فين الدست بوني ظهر فين بالضبط because I'm sure إن سمعت صوته بيظهر بس مش عارفة لقيه في حتة. yes بتعمل اللاندري دلوقتي. good 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 job maid. باع المية لسه قاعدة هنا so annoying. الجلتش العبيط بتاع الشبابيك لساته بيظهر but I think لما بسيب الجيم وبرجع ألود السيف فايل تاني بيرجعوا يظهروا عادي. I think I'm not sure though. yeah no مفيش دست بانيز في حتة. I don't know. اي الميد نظفت التويلت بس ما نظفتش السينك. good job maid good job. عمالة تختار وتتخيل تعمل ايه وما تعملش ايه. funny shut up random person. اي فراول رجعت نايس نايس نايس. الميد خلصت اخذت 143. الفيديو خلص editing بتضيف الافكتس والترانزيشنز دلوقتي. فلاور راحت للدراما كلاب. اي كول دامس بعت لنا تكست congratulations on landing the sweet job. I think this is going to be great for you. shut up Colt. I know you don't even care but whatever بيمثل علينا وخلاص. الناني مشيت اخذت 144 ومشيت. طيب اقعدي معنا شوية اعتني بالبيبي كمان شويتين. what the frick. قبل ما تروحي تنامي بليز تعالي رفعي الفيديو عشان تاخديه شوية الفلوس اللي هتاخديهم. I wonder هتاخد قدي ده. الكواليتي بتاعته excellent nice so upload الفيديو وبعدين روحي اشربي قهوة maybe. yeah I think خليها تشرب قهوة وتشتغل كمان شويتين وبعدين تنام. so empty this one. واو سانتا كلاوز بيتصل علينا. shut up فريك. ياي اخذت 150 سموية. كل الوقت ده عشان ناخد 150 سموية. يعني I think انها تجاهل اي شغل يجيلها تاني زي كده ان هي ترفع فيديو لانه عن جد is not worth it too much time وفي الاخر مرة فلوس قليلة. I would rather اني اعمل painting ولا حاجة وابيعها يكون انفع بكتير. هي شغلت الغسالة pristine و damp so خلينا نحطهم في الدراير. سيب القهوة تتعمل تعالي حطيهم في الدراير. can you mop الحاجات دي. اوه نفس الجليتش بتاع انه الجيم بتحسب انه هم اوتسايد ان البقعه دي اوتسايد. نفس الجليتش ده حصل معايا في سلسله اصدقاء البيئه بتاع تروي وهانا. كان برضو نفس الجليتش حصل انه في بقعه ميه في الحمام في الدور الثاني بس مش عارفين نتخلص منها لانه كل ما كليك عليها الجيم ريجسترد ان هي محطوطه على برا في الارض الخارجيه على العشب يعني او كده فمش راضي يخلينا نماب. annoying to say the least. البقعة دي برضو same. oh my gosh that is super super annoying. تعالي بالله اشربي قهوة ما تروحيش تنامي. تعالي اشربي repair. oh my gosh okay okay don't repair روحي نامي بلا هم. تعالي sleep شويتين because yeah هتحتاج energy so bad and also لساتنا الساعة 6 so مش هينفع اني اخليها تكمل لحد مثلا 10 ولا حاجة. لازم تنام شويتين في النص. flower رجعت. معاكي project ولا حاجة تشغلي بيها وقتك؟ nope معهاش حاجة تعملها so maybe تعالي دوري على discarded toys برضو. maybe هتلاقي حاجة fun maybe هتلاقي حاجة غالية تدينا شوية فلوس زيادة maybe اعملي حاجة مفيدة ودينا اي void Critter pack. So open the Void Critter. Ooh, حد جديد. Good, good, good. بنجمع الكوليكشن. Alright, I think إني أخليها تيجي تسيت right here. I know إنك جعانة, but تعالي شويتين اكتبي في الدايري بتاعك أو الجورنال. Write in journal. Yes, please. So freaking cute. I love لما ضافوا الانتراكشن ده. So cute. كمان محتاجة fun, محتاجة hunger, محتاجة energy, محتاجة كل حاجة في الحياة. أميرة تقدري تصحي دلوقتي شويتين تشتغلي كمان شويتين. تعالي اعملي
لي اي انتراكشن مع روز بقالك سنه ما عملت لهاش اي حاجه سو so, تعالي اعملي لها باونس اور سمثينج وبعدين ميبي تعالي اعملي انذر بينتينج يو نو وات تعالي ستار جيز اور سمثينج عشان تبي انسبايرد وبعدين لو قدرت تلاقي الانتراكشن يس ستار جيز وبعدين عشان تبقى انسبايرد عشان نخلص الاسبيريشن لانه مطلوب منها تو بينت او ات ليست ستارت 3 paintings while inspired. So, كمان أميرة, be inspired. Yes, perfect. بكفي تعالي. Let's do abstract, large abstract painting. Beautiful, beautiful. Yes, خلصنا واحدة من دول. Nice, nice, nice. أوه, كان المفروض أعمل لها small عشان تخلصها بسرعة بتبدأ واحدة تانية وتخلص. هي برضو. إزاي؟ إزاي؟ إزاي بتدخل هان؟ How? How come? وأنا عاملة lock للدور وما طلعتش من الجيم أساساً. ما قفلتش الجيم وفتحتها تاني عشان نقدر نقول إن احنا مثلا الجيم اتعمل لها ريست ولا حاجة no الابواب المفروض ان هي locked I'm so annoyed baked chocolate tree what do you mean bake grab a this is actually functional what the frick oh this is beautiful ممكن ناخد منه actually cookie كنتش عارف ان هو functional that's so freaking cute I wonder ليه ماكسز ما بيعملوش interaction زي كده في الحاجات زي كده بدل ما يبقى decorative بس actually يضيفوا لها لانه ده custom content ده مش من الجيم فI do wonder ليه الحاجات اللي في الجيم مش يدوها interaction زي كده anyways ما تروحيش تاكلي كوكيز وانتي محتاجة تروحي التويلت وتاكلي actual food وتنامي وتهافي fun بعدين تروح تاكل كوكي من المكان الأساسا المفروض technically ان هي ما تقدرش تدخله gosh كمية الglitches اللي عمالة تنضاف في الجيم you guys it's really annoying مش عارفة صراحة بقع المية اللي بتظهر مش بتختفي دي اتخلص منها ازاي أميرة خلصت البينتينج nice 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 excellent quality can we list it on Plopsy yes please I wonder امتى حاجة تتباع من الحاجات دي كلها بعد في الاخر لما يتباع ما لسه ما زرعتش الماني تري what the frick لازم نزرعها دلوقتي حالا I think اني هجيب لها planter مميز عن بقية الحاجات وفي حاجة محتاجة evolve yes evolve nice this one evolve this one as well okay I think yeah I think اني هجيب nice planter نحط فيه الماني تري عشان يبقى حاجة مميزة which planter do we use I think I might use this one. This looks fun. Or maybe I'll put it here. Yay. What color? Ooh, أصفر عشان money. Yes. أصفر عشان money gold. You know? دول برضو انضافوا لما دخلنا البينتينج كارير. So yay. تعالي ازرعي الماني تري عشان تدخل لنا money. Thank you very much, أميرة. And yeah, هتحتاج تنام. Oh my gosh, هتحتاج كل حاجة. كل حاجة هتحتاجها دلوقتي. So, تعالي أولا خدي لك quick meal of yogurt. حاجة خفيفة. قبل ما تنامي and then maybe خدي لك shower لغت الانتراكشن fun nice very cute come here الأول قبل ما تنامي how dare you تلغي الحاجة اللي بقولك تعمليها وطبعا TV season premiere was awful نسيت أخليهم يتفرجوا على TV ولا حاجة whoops fail big fail have a quick meal of yogurt أميرة please ما تلغيش الانتراكشن اللي بقولك تعملي احترمي نفسك شويتين and then تعالي اعتني بالبيبي super efficient baby care وبعدين take a shower بعدين go to bed yes هو ده اللي هيحصل did you eat oh yeah صحيح الباتش الاخير خلوهم ياخدوا شاور بشكل اسرع وياكلوا بشكل اسرع وبتاع سرعوا الحاجات ال everyday actions اللي بتتعمل كل يوم كل يوم باستمرار وكانت الاول بتطول مره عشان السيمز يعملوها صاروا خلوها تخلص بسرعه هي ما اكلتش قبل ما تنام العبيطه دي oh my gosh ما بيسمعوش الكلام ابدا ابدا السكول ستار in about an hour so تعالي yes هتاكل سيريال من نفسها sure روحي كلي سيريال maybe العبي something عشان الفن يزيد شويتين بدل ما تروحي للسكول وانتي متضايقة وغضبانة والمود بتاعك مش ظغيف أميرة get up تعالي اعتني بالماني تري أهم حاجة دلوقتي قبل ما يجي المزارع حتى so تعالي بلاش تند جاردن تعالي ولا water all you know what jog here تعالي هنا سريعا سريعا هتروح الورك صحيح I forgot إن هي هتروح الورك. Oh my gosh. هنقعد نستناها ترجع من الشغل عشان نعرف نعمل معها أي حاجة. خليني أعمل water all بس أخليها توتر ده وبعدين أوقف. Because المزارع المفروض هيجي هو يعتني بالدنيا. Stop وبعدين اعملي super sell. Yes money. We need more money. Flower راحت سكول نسيت أخليها تعمل حاجة تزيد الفن قبل ما تمشي. Whoops كل حاجة fail دلوقتي. كل حاجة fail. Super sell.
another حاجة محتاجة evolve, perfect perfect, تعالي supercell برضو, وبعدين تعالي supercell, و I think برضو هتحتاج supercell اللي هنا. Oh my gosh, ده كله معانا 3800 بس, almost 4000. I mean كنا بدأنا من الصفر, صحيح ان احنا جمعنا 9000, but yeah خسرناهم تاني عشان البلز, الفواتير, دفعنا الفواتير وراحت فلوسنا كلها. Are you going to work? Yes, she is. Wow, بقالنا فترة طويلة ما خلناهاش تروح الشغل, actually تسيب البيت وتمشي ونقعد نستناها لترجع. هتحطي البايك في الانفنتوري ولا هتسيبيها في الشارع وتمشي؟ I wonder, I do wonder. Oh, yes, حطتها في الانفنتوري. Perfect. Okay, Amira is after work, وروز راحت للديكير. Yes, أخذت 1000 ومش عارفة كام في الرويالتيز. Nice, nice, nice. تلاتة برازيز كلهم نفس لابسين نفس الشيء بالضبط. I think إنه الميد جات. Yes, الميد جات. طبعاً قصة إن إحنا هنروح الشغل هتوفر علينا فلوس الناني شويتين. Yay, في حد عاوز يشتري something. But مش هنقدر طبعاً إلا ما نرجع من الشغل. لازم نراقبها عشان ما تسرقش حاجة. أو طلعت الهدوم ورمتهم هان. Pristine with dry. Gosh, I hate البقع اللي في الأرض so much. So annoying. حتى الميد مش قادرة تتخلص منهم. بتعمل dry للهدوم التانية. Nice, nice, nice. Flower رجعت من الكلب. رجعت من السكول قصدي. وعندها كلب. المرة دي بقى هفتكر أخليها ما تروحش الكلب. لأني عاوزاها. Wait, stop. Yes. Okay, كويس إن افتكرت. تعالي use the toilet. Because, yeah, محتاجة break شوية من الحياة. دايماً الفن بتاعها ناقص. أو at least الكام يوم الأخيرين. So, وخليها تيجي. تعيش حياتها شويتين. Maybe to stream. تلعب something. I don't know. Maybe to hang out with Adam. هو بالله إمتى السنو فيستيفال أو الفيستيفالز بتاعت ماونت كومرابي بتحصل؟ المفروض بيجينا نوتيفيكيشن لما واحد من الفيستيفالز بيحصل, but حاسة إنه بقالنا سنة ما جناش نوتيفيكيشن لليوث فيستيفال. also إحنا وضعنا إيه بالنسبة للبيرثدي بتاع البيبي؟ oh my gosh, فضل لنا النهاردة وبكرة, والمفروض نخلص الحمامين والغرفتين. are you kidding me? this is not good. This is not good at all. I'm thinking قبل البيرثدي بتاع روز بيوم maybe هنبيع أو هنهد الحمامين اللي هان, هنبيع كل الايتمز اللي فيهم ونحذف البلاط والجدران وكده على أساس إن هي هتعمل زي رينيفيشن للحمامات, هتعمل تجديد للحمامات فتخلصت من كل الحاجات اللي جوه. بعدين بقى نبدأ نطور الحمامات دي بعد ما يكونوا عاشوا في بيتهم الجديد فترة على أساس يرجعوا يجهزوا البيت ده على أساس إنه هو زيها. Like I said, هيبقى زي guest house. أصلا إيه الخيارات التانية؟ يا إما guest house يا إما زي party house لفلاور وصحابها مثلا. We'll see how it goes. Because I have an idea إن هنعمل إيه هان. The plan إني أحط مسبح هنا والgreen house يبقى هنا, كل النباتات تتحط هنا في green house, والمنطقة اللي هان هتبقى زي ملاعب هنحط فيها الباسكتبول كورت, وميبي تبقى منطقة يلعبوا فيها كورة ويلعبوا بيها بال الباكت دوات الاكتيفيتيز الرياضيه يعني السبورت اكتيفيتيز وكده. اي ثينك هيبقى المكان ده مره مناسب لحاجه زي كده. وهنا طبعا هيبقى مسبح, منطقه قعده خارجيه, شواء, ميبي العاب اطفال شويتين, او ميبي العاب الاطفال برضه يتحطان. ويل سي ويل سي. ميبي هبدا ابيع الحاجات اللي هان, مثلا الليفينج روم سيت اللي عندهم, ميبي هبدا ابيع الحاجات لانه عن جد محتاجين فلوس. او شفتوا شبيك ازاي جليتشد اوت؟ جود جاد, كميه الجليتشز في الجيم. ترابيزه اللي هان, الكيتشن هحتفظ بيه, الكيتشن مش ههده يعني. الحاجات الاساسيه في الكيتشن, الاجهزه, ميبي الكافي ماشين هتتباع, بات الكابينت والكاونترز والثلاجه والمش عارف ايه. الترابيزات اللي هان ممكن ابيعها. يا ميبي هنبدا نبيع شويه حاجات على اساس ان هم خلاص بينقلوا, بيتخلصوا من الاساس القديم وبيروحوا ينقلوا للبيت الجديد. سو ميبي دي حاجه هتساعدنا شويتين في ان احنا نجمع شويه فلوس. يا ويل سي ويل سي. يعني عندنا اوبشنز كتير ممكن نعملها. What do you wanna do flower for fun? هي امتى البيرثدي الطبيعي بتاعها؟ في اللوف داي. اوكي, في اللوف داي لسه بدري, سو ممكن يعني مش هقعد اشيل همها قوي دلوقتي. خلينا نركز في قصه ان احنا نخلص تاسيس البيت وبتاع, نعمل فلوس ونأسس البيت. او ماي جاش, ديسكاستينج جروس. كمان الميد لسه ماشيه دلوقتي, سو مين هيجي ينظف التويليت دلوقتي؟ وات ذا فريك. كان يو
Yes, ممكن to put a laundry away. Nice. At least حاجة the children ممكن يعملوها. What the frick. يعني ما تقدرش تشغل غسالة ولا أي حاجة. ممكن أشتري لها vacuum تنظف بيها الحاجات. But then again, إلا هيخلي Flower تنظف أساسا أي حاجة في حياتها أساسا يعني. Yeah, خليها تيجي تلعب بالكمبيوتر ولا أي حاجة. What are you doing? Research. What the frick. محتاجة تزودي الفن. Oh, I think a research whatever can be the fun. But I think أنا خليها wait a minute. بقى لها فترة طويلة ما لعبتش بالحاجات اللي هان. تعالي play doctor. تعالي flower do something. Yes, promoted. Fun. لأنها celebrity so the promotions بتاعها تبقى أسرع من السمز العاديين. So دلوقتي بتعمل 70 بس في الساعة. Whoops. But أخذت 587 as a bonus. وأخذت برضو storage rack. Gather inspiration from art. Okay. So دلوقتي ممكن لو ضغطت على أي artwork متعلق على الجدران ممكن تعمل gather inspiration. Nice. ممكن تعمل hire agent from phone. What do you mean hire agent? Hire agent بيعمل ايه؟ I have no idea, but we'll try it because why the frick not. خليها بس تدخل الاول تاكل حاجة وبعدين نجرب hire agent. تعالي خدي لك leftovers. في حاجات كتيرة حاولت تتعمل. What a responsibility fill out. Sure flower ما عندهاش ولا اي character value واصل للآخر. The festival of light. Nah, مش ده برضو اللي انا عاوزة. What the frick? Ugh. We will wait. We will wait لحد ما الفستيفال of youth أو whatever كان اسمه ايه يحصل. Are you done? She's done. ما تغسليش مكانك. في maids هيجوا ينظفوا مكانك. مش انت اللي بتنظفيهان. لو سمحتي احترمي مقامك شوية. Hire agent. Let's see ده بيعمل ايه بالضبط. Interesting. بيعمل ايه بالضبط الagent. Amira has hired an agent. She can now negotiate for more money from her paintings. What? Oh, so the paintings بتاعها دلوقتي هيجيبوا لها فلوس أكتر لما تبيعهم أو حاجة. Oh, interesting. Wait, this is negotiate with agent. Sure. والبيبي بيعيط. اوه عاوزة اشيب امبلابسي ده برضو 300 ومش عارفة كام بس. Not too much. او اخدت 80. I was able to land you a small donation. Oh my gosh. ممكن دلوقتي تعمل فلوس من اللا شيء. Nice. I mean لانها painter لانها artist. So مش من اللا شيء قوي. Super efficient baby care. Nice nice nice. فاضل لسه 4 paintings المفروض يتباعوا. Maybe at some point هبيع الحاجات direct. But I think more fun إن إحنا نبيع على بلابسي. تعالى تاني بالبيبي. Also في هنا خيار إن هو negotiate a bonus. إحنا دلوقتي بناخد 70 في الساعة. So I will try negotiate a bonus. ما بيدونا زيادة في الراتب. It's gonna be so much fun لو عن جد وافقوا من أولها. Come on, please وافقوا. أو شكلهم رفضوا. Wait, wasn't able to مش عارف إيه. Whoops, وال performance قل. Whoops, I mean she's a celebrity. المفروض كانوا يوافقوا على طول. توقعتها يوافقوا على طول من غير نقاش لأنها celebrity. خليها تعمل gather inspiration. I think ده هيخليها inspired. Logically المفروض يخليها inspired. مداش باف ولا حاجة. المفروض بيخليها تعمل ايه بالضبط ولا حتى مثلا بيديها خيار انها تبينت حاجة جديدة. Anyways هخليها تيجي تي cloud gaze وتبينت حاجة كمان. Yeah I think already قالها الباف بتاع الانسبريشن بس لان عندها مليون الف حاجة تانية playful فهي هتضل لها very playful فترة. بما انك عبيطة زي كده تعالي repair الكافي ماشين. What? Who the frick are you? وليه دخلتي اساسا البيت? No. How freaking dare you ask paparazzi to leave, get the frick out of my house. How dare you. I should call the police assassin. Oh my gosh, في حد سايب نوت هان ولا ده جزء من الايتم نفسه. Oh ممكن تريد النوت actually. Wait مين اللي ساب النوت. Hello كل ده بتريد النوت. It's a small note. مفيش حاجة بتحصل. Okay write note for flower. خليها تكتب لها حاجة تعمل نفسها good parent وتكتب لها حاجة. Nice. Maybe create drawing because why the frick not. نجرب الانتراكشن. Oh cute. Love it. تعالي repair الشيء ده. I know ان هي عاوزة تنام but خليها تنظم بيتها شوية قبل ما تنام. Also في حاجات هنا عاوزة تتشال. Clean and dry. برضو clean the lint tray. So معنا 6000 دلوقتي. بدأنا pretty much من الزيرو وصلنا 6000. Not bad.
تعالي خدي الميل هوبفلي يطلع لنا اي حاجه تجيب لنا شويه فلوس زياده. اوصوا معنا كميه مرعبه من البوشنز وكل مره انسى اخليها تاخد بوشن قبل ما تبدا تشتغل على السكيلز بتاعتها او كده. ما اخذتش اي حاجه. وات ذا فريك. ستوب توكينج تو بابرازيز. ستوب اميره. ستوب. تعالي سليب. اولسو فلاور بتعملي ايه؟ قاعده تلعب حضرتها. اي ثينك وقت النوم دلوقتي فلاور. سو تعالي سليبي انت كمان. اند يا هوقف الفيديو كده النهارده. هوبفلي يكون عجبكم. هوبفلي تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب اند اول ذات. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.